جاي احضر الانتاج المشترك بين اللبناني والمصري اللي انا بحبزه كتير، والسوري كمان. حلو السينما العربيه تجتمع كلياتها مع بعضها لحتى نعمل انتاج حلو. ما بقى نقول هيدا ممثل مصري هيدا ممثل لبناني. يعني وقت انا عملت الفيلم مع خالد يوسف كلمني شكرا، كان مثل وقتها كنا شوي عم نجي من لبنان عم نشارك بهيك قصص. بقى مبسوطه كتير انه عم بيكون في تعاون لبناني مصري. ورامي من وقت ما كان يعمل فيديو كليبات كنت اقول له لازم تمثل، مش معقول. مع دخول 2016 شايفه المشهد السينمائي ازاي خاصه في مصر او لبنان؟ والله اذا انا رح كون فيه رح كون كثير حلو. لا ان شاء الله. هلا بلشوا المنتجين والمخرجين يطلعوا على الجيل الجديد، لانه ما بدنا بس الاسامي اللي كانت قبل، لازم يشجعوا الجيل الجديد. يعني انا بشجع الجيل الجديد لحتى يكون في وجوه جديده، يكون في حتى بالكتابه ناس جداد، حتى بالاخراج ناس جداد. مش حلو الحكر، بعرف كل واحد بيغار على مصلحته، بس حلو واحد كمان يعطي فرصه لغيره ولا لا؟ شو يعني عايز اقول لك، ايه رايك في تجربه رامي عياش كتمثيل؟ رامي انا برايي انه ممثل. يعني هلا انا ماني مؤهله اني اعطي، لا كاعلاميه بلا مؤهله اني اعطي رايي. رح اعطي رايي كاعلاميه. قلت لك انه هو من وقت ما كان بيعمل كليبات كنت اقول له لازم يمثل، لانه كنا عم نشوفه بس صوره. هلا عندنا صوت وصوره، في بيكون تعبير اكثر. سو مبسوطه له كثير. اي ثينك اداؤه بيرفكت.